انضم إلينا من باريس عبر الهاتف موسى إفشار، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. سيد موسى، أهلا بك على شاشتنا الغد أولا، وما هي رؤية المعارضة لمسار الانتخابات البرلمانية في إيران؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة الغد. في الحقيقة كما أشار زميلي السيد علي رزا جعفرزادة في مؤتمر الصحفي في واشنطن الذي أنتم أشرتم في تقريركم عليه، نعم. نحن في الحقيقة بدل من أن نتطلع إلى استحقاق انتخابي للشعب الإيراني، بل وفي هذا المشهد الذي يتكرر بزيفه وعمليات الغش والتزوير من قبل النظام، هذه المرة نحن على موعد من مقاطعة واسعة من قبل أبناء الشعب الإيراني. ليس لأننا نحن كمعارضي النظام نقول، بل إن النظام نفسه وأجنحة الداخل النظام بدأوا يقولون ويؤكدون بأن نسبة المشاركة سوف لن تزيد عن 15 أو أحيانا 20%، وطبعا هذا يعني بالكثير وبالأغلب. لذلك هذه المرة وخاصة بعد الضربات التي تلقاها النظام الإيراني بحلاك قاسم سليماني والعقوبات الاقتصادية، وخاصة وأنا أريد أن أؤكد خاصة بعد الانتفاضتين الشعبيتين خاصة في نوفمبر 2019 ويناير 2020، فإن النظام الإيراني ونظام ولاية الفقيه يواجه حالة المقاطعة لم تسبق بهذا. طيب يا سيد موسى، مجلس صيانة الدستور قام بشطب أكثر من نصف عدد المترشحين. اللافت للنظر ليس العدد، ولكن من تم شطبهم جميعا من الإصلاحيين تقريبا. ما هو تفسيراتكم لهذه الخطوة من جانب نظام الملالي؟ سؤال وجيه جدا، لأنه كما قلت لكم نظام يواجه يعني دوامة من الأزمات. لذلك خامنئي قرر أن يعني يوحد صفه، يوحد جناحه لملاقاة الوضع يعني غير مسبوق للحالة، غير مسبوقة داخليا أولا ودوليا والإقليميا. لذلك هو بحاجة أن يكون داخل برلمانه صوت واحد، ويفكر ويعتقد بأنه توحيد الصوت سوف يعني يدفعه أو يعطيه مناعة للأمور وللمتقلبات الأوضاع في قادم الأيام. لذلك هو بحاجة إلى أن لا يكون هناك حتى صوت ما يسمى بالإصلاحيين أو المعتدلين، ونحن نعرف أنه جميعهم موحدين في الأمور فيما يتعلق بالقمع الداخلي والتدخل في الخارج، لكن حتى في قليل من الشرخة لا يستطيع ولي الفقيه قبولها في هذه المرحلة التي يحسبها النظام ويعتقد بأنها هي المرحلة الخطيرة في أمر النظام. شكرا جزيلا، ضيفنا من باريس عبر الهاتف موسى إفشار، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. شكرا جزيلا سيد موسى على كل ما تفضلت به.